يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح اشتراط الحاج بهذا الشرط؟ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا رد بسبب عدم حمله تصريح الحج. هو المخطئ، لماذا يحج وهو ما معه تصريح؟ هو المخطئ لا يحج إلا مع تصريح، ولم يكلفه الله بالحج وهو ما معه تصريح. وليس هذا بالحابس، حابس مرض ولا عدو، هذا معلم من قبل ما يقول له ترى ما تمكن من الحج إلا بالتصريح، ثم هو يعصي الأمر ويحج، لا هذا ما يصلح. نعم.